الثامن في مجموع الأشواط صباح هذا اليوم، شوطنا الثامن الخاص بالذلل، المهجنات الأصايل هنا أيضا لأبناء القبائل في هذا الانطلاق الصباحي المميز على أرضية هذا الميدان مع العمالقة في هذا الصباح المميز. نتابع معكم مجريات هذا الشوط، نتابع المراكز العشرة الأولى، هنا أيضا سيارة للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية للعشرة المراكز الأخرى. هنا الصدارة المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط، من تفتتح الصدارة غزلان، من تأتي على الصدارة على المقدمة الخليفة بن علي بن خليفة الرميثي، من تأتينا على الصدارة وعلى المركز الأول عنيدة لمحمد بن مطر بن معيوف الكتبي على ثاني المراكز، وفي المركز الثالث الجازي، من تأتينا على المركز الثالث وملكيتها الخالد بن عبد الله بن عيسى بن سند لمسيفري، من تأتي على المركز الثالث، وفي المركز الرابع، المركز الرابع هنا بهذه الانطلاقة تأتينا شهد فرج بن علي بن حمودة الظاهري، فدوى قادمة هنا لسيد سعيد بن عبد الهادي الشهواني، من تنطلق بهذا الأداء الجميل. هناك أيضا هناك من الجانب الآخر تأتينا صوغة لمحمد بن سيف بن محمد العميمي، والوصول هنا من المها عبد الله بن حمد بن نصرة العامري، من تنطلق بهذا الأداء الجميل. مقدمة على المركز الأول بروق، من تأتينا ثانيا هنا في هذه اللحظات، بروق للسيد سيف بن مظفر بن محمد هنا بن خموشة العامري على ثاني المراكز، والتحديات بين حايل وبروق، حايل وبروق في تحدي جميل هنا على الصدارة، حايل وبروق، بروق وحايل، يا سلام والتحدي جميل، ولكن حايل على الصدارة، حايل على المقدمة، حايل على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا في هذه اللحظات لمحمد بن خيرة بن عزيز الشريفي على الصدارة على المقدمة، بروق تحاول الثيب بن مظفر بن محمد بن خموشة العامري، واللحظات الأخيرة حايل وبروق وحايل، ولكن حايل حتى اللحظة على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، حايل وبروق، بروق وحايل، يا سلام، اللحظات الأخيرة بروق حايل، حايل بروق، بروق 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 حايل، حايل بروق، بروق تنتزع المركز الأول، تنتزع الصدارة، تنتزع الفوز، تنتزع الناموس، واللحظات الأخيرة، الله 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 الله، حايل ولا بروق، نترككم هنا لأيضا أعضاء خط النهاية، ولكن حايل هي الأقرب للفوز، سلام للفوعة، سلام على هذا الأداء الجميل، تهانينا لمحمد بن خير بن عزيز الشريفي، المركز الثاني بروق، لسيد سيد بن مظفر بن خموش العامر المركز الثالث، سيد أيضا مذيال محمد بن سعيد منال المركز الرابع، للسيد ايضا حمد بن او هنا من وصلت لبن خيرات، نعم من وصلت في المركز الرابع، وفي المركز الخامس الواعية لعبيد بن حمد بشينان من وصلت على المركز هنا 12 دقيقة 47 ثانية، وفاء وتماما وكمالا التوقيت الزمني لحايل، تهانينا لمحمد بن خيرة بن عزيز الشريفي، تهانينا لك يا ابو مبارك على هذا الفوز الجميل، والسلام لاهالي الفوعة، 12 دقيقة 47 ثانية جزئين من الثانية التوقيت الزمني لي ايضا بروق، تهانينا سيبر مظفر بن محمد بن خموشه العامري، وقدمت عرض تشكر عليه. اما المركز الثالث نتاكد هنا من صاحبه المركز الثالث العبور، ام هناك ايضا مذيار لحظه وصولهم الى خط النهايه، العبور هي صاحبه المركز الثالث حمد بن خيرات العامري، وسجلت 12 دقيقه 53 ثانيه، سته من الاجزاء من الثانيه، تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.